بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله النهارده هنحل نماذج كتاب الامتحان بنك الاسئله والامتحانات التدريبيه، وهنحل نموذج رقم واحد النموذج الاول في كتاب الامتحان. وده نموذج طبعا شامل على المنهج كله، عام على المنهج، عباره عن 60 سؤال على حسب النظام الجديد. واحنا الحقيقه مش عارفين لحد دلوقتي هو الامتحان بس 60 سؤال ولا 45 سؤال، فاحنا طبعا نتصرف على الاصعب ان هو يكون 60 سؤال في 3 ساعات يعني. فالسؤال رقم واحد عندي هنا في النموذج الاول، نموذج الامتحان الاول: معدل تغير التيار الكهربي المار في ملف حثه الذاتي 25% هنري، واللي معدل تغير التيار الكهربي انا عايز دلتا اي على دلتا تي في ملف حثه الذاتي 25، يعني ال بتاعته ب 25% هنري، واللازم لتوليد قوة دافعه كهربيه مستحثه 10 فولت اي ام اف جنريتد فيه اللي طبعا تساوي كام، 10 فولت يساوي كام، هو عايز دلتا على دلتا تي. طيب انا عندي القانون اي ام اف في الحث الذاتي بيساوي نيجاتيف ال دلتا اي على دلتا تي، اي ام اف عندي ب 10 بتساوي 25 سالب 25% في دلتا اي على دلتا تي. يبقى دلتا على دلتا تي بتساوي ايه؟ 10 على 25%، يعني هتطلع ب 40. يبقى دلتا اي على دلتا تي بتساوي 10 على 25%، بالآلة يطلع لي معايا كام؟ 40 امبير بير سكند، تمام؟ بتطلع دي تعود مباشر ما فيهاش اي حاجه. السؤال الثاني بيقول لي: الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين طاقة الحركة العظمى للإلكترونات كي إي ماكسيمم المنبعثة من كاثود خلية كهروضوئية وتردد الضوء الساقط على الكاثود، فإن الطول الموجي الحرج، عايز الطول الموجي، خد بالك عايز لامدا الحرج لمادة الكاثود، هو هنا مديني ميو، تمام، يساوي تقريبا كام؟ طيب هو عايز ايه الطول الموجي الحرج؟ يعني عايز لامدا سي، لامدا سي، مش انا عندي اي اي لير ورك فانكشن بتساوي اتش ميو نيو سي اللي هي اتش سي على لامدا سي، تمام كده، والورك فانكشن برضو بتساوي اي اتش نيو سي، اتش هتبقى مع اتش، يبقى انا عندي سي على لامدا سي بتساوي نيو سي، السي عندي ثابت، يبقى لامدا سي هنا بتساوي ايه؟ لامدا سي بتساوي سي على نيو سي، السي ب 3 في 10 اس 8 على نيو سي، هنجيبها منين؟ اهو نيو سي هنا اهي. بس خد بالك هنا مش حاطط لي ارقام، بس هنا مديني، خد بالك الرقم دوت اللي هو الورك فانكشن، يبقى كام؟ 2 الكترون فولت، يبقى هو مديني هنا الورك فانكشن، يبقى اي الورك فانكشن بتساوي 2 الكترون فولت، يعني بتساوي 2 في شحنه الالكترون هو 1.6 من 10 في 10 اس سالب، مدينا شحنه الالكترون بكام؟ 10 سالب 19، تمام، عشان نطلعها بالجول. نعوض بقى الورك فانكشن بيساوي ايه؟ اتش سي على لامدا سي، يبقى لامدا سي بتساوي اتش 6 و6 و6 2 5 في 10 اس سالب 34 في سي اللي هو 3 في 10 اس 8 على الورك فانكشن اللي احنا جايبينها اللي هو 2 في 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19، ونحسبها بالاله 6 على 6 2 5 في 10 اس سالب 43 34 اسف، وننزل في 3 في 10 اس 8 وننزل تحت على 2 في 10 اس سالب 19 في 1.6 من 10، سوري هذه عشان نحولها طبعا عنده سنة، تطلع 6 21% في 10 سالب 7، يبقى لامدا سي 6 21% في 10 اس سالب 7، وهنا مطلعها بالانجستروم. طبعا الانجستروم عشان نحط انج دي كده بالمتر، عشان نطلعها بالانجستروم هنحط انجستروم ونضرب في 10 اس 10، عشان كده ما حطيناش حاجه، يبقى نضرب الرقم ده في 10 اس 10 هتبقى 6 2 1 0،
تمام في 10 اس 10 انجسترون. طبعا ال 10 اس 10 بتروح مع ال 10 اس 14 يبقى 6211 اهو اللي هو ده. تمام طبعا هي هنا قربها لان التسعه دي بالتقريبة تبقى واحد يبقى 6 2 1 1. دي كده ايه السؤال التاني. السؤال التالت عندي في الشكل المقابل، خد بالك بس معلش في الرسمه دي، هو القيمه دي اسمها الورك فانكشن، هي الورك فانكشن ودي نيو، لو هنا نيو يبقى دي نيو سي. تمام بيقول لي في الشكل المقابل سلكان A و B طويلان جدا ومتوازيان ويمر بكل منهما تيار كهربي، فاذا كانت كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار عن تيار السلك A عند النقطه X يساوي B، عند السلك A ده عند هنا بيساوي بي قيمته بي يبقى قيمه السلك ايه، فان عايز محصله كثافه الفيض المغناطيسي عند اكس، يعني عايز بي توتال هنا بكام، وعايز اتجاه محصله الفيض المغناطيسي هتبقى مثلا عمود على الصفحه للداخل ولا عمود على الصفحه للخارج. تمام طيب تعال نجيب بي توتال. هو بي توتال هنا بتساوي ايه؟ اول حاجه لازم احدد، انا عندي بنستخدم قاعده امبير اللي دي اليمنى، بحط صباعي ده مع التيار، التيار ماشي اهو، التيار في ده ماشي لجوه. يبقى البي بتاع ده بتزق لجوه. طب والبي بتاع ده هنا برضو بتزق لجوه. يبقى بي توتال عباره عن بي الاولاني زائد بي التاني، تمام كده؟ يبقى بي توتال اللي احنا عايزينها في السؤال رقم ثلاثه. يبقى اول حاجه لازم احدد بي توتال بزائد ولا ناقص ولا بربنديكولار يعني بايثاغورس. يبقى بي توتال هنا حددناها طلعت ايه؟ بي اي زائد بي بي. بي ايه بي بي خلاص، هنجيب بقى بي للسلك بي. طيب تعال نشوف كده بي ايه بتساوي ايه؟ مش قلنا بتساوي بي؟ يبقى بي دي بتساوي ايه؟ مش بي ايه بتساوي ميو اي، الاي اللي ماشي هنا باي على 2 باي دي كلها بكام؟ ادي دي زائد دي يعني 2 دي، 2 دي يعني بتساوي نص ميو اي على 2 باي دي. يبقى لو ظهر لي ميو اي اوفر 2 باي دي هحط كام؟ 2 بي. يبقى ميو اي على 2 باي دي بتساوي ادي بي وادي 2 تروح طرفين في وسط تاني اديني 2 بي. تمام كده؟ يبقى لو ظهر لي ميو اي على 2 باي دي نشيلها ونحط مكانها 2 بي. نجيب بقى بي عند بي بتساوي ميو اي، بس اي اللي بتمر هنا كام؟ 2 اي، يبقى ميو تايمز 2 اي على 2 باي. هنا المسافه بين السلك بي واكس هو دي واحده، يبقى على دي. يبقى بتساوي ممكن ناخد الاثنين دي بره كده، وعندي ميو اي اوفر 2 باي دي، مش ميو اي اوفر 2 باي دي لسه جايبينها ب 2 بي. يبقى هنا 2 2 تايمز 2 تايمز بي 2 مضروب في 2 بي، يبقى بي عند النقطه بي بتساوي كام؟ 4 بي. بس هنجيب بي توتال، بي توتال بتساوي بي الناتج عن السلك ايه زائد بي الناتج عن السلك بي، البي بتاع السلك ايه مقدارها بي زائد بي بي جبناه بكام؟ 4 بي. يبقى بي توتال تطلع بكام؟ ب 5 بي. 5 ايه؟ طيب اتجاهها فين؟ احنا قلنا هتزق لجوه، يبقى عمود على الصفحه الى داخل الصفحه، يبقى 5 بي الى داخل الصفحه، اي بي 5 بي عمود على الصفحه والى الداخل. تمام السؤال رقم 4 عندي بيقول لي اذا كانت زاويه الطور بين الجهد الكلي والتيار في دائره ار ال سي، يبقى الدائره دي فيها مقاومه ومكثف وفيها كمان ملف حلزون ار ال سي هي 45 درجه، وكانت ار بتساوي اكس سي. خد بالك بقى من حاجه، ار بتساوي اكس سي، احنا عندنا في الفيكتورز ار بتبقى كده صح؟ لما نيجي نرسم واكس ال لفوق واكس سي لتحت، هو بيقول لي ان ار بتساوي اكس سي، عشان كده الجهد بقى الزاويه هنا كام؟ 45 درجه. ده معناه ان اكس سي دي بتساوي 2 اكس ال، يعني اكس سي بتساوي 2 اكس ال، يعني قد اكس ال مرتين. فلما بنيجي نحسب هنا اهو، لما نيجي نحسب هنا ار، مش الاثنين دول عكس بعض، يبقى هكتب اكس سي ماينس اكس ال، يبقى 2 اكس ال ناقص اكس ال باكس ال. اول حط هنا دي تبقى نص، تمام، يبقى اكس سي ناقص نص اكس ال هتبقى ايه؟ بنص، يبقى اكس سي ناقص نص اكس سي هيطلع لي كام؟ المهم ان اكس دي قد دي مرتين، عشان يبقى اكس سي ناقص اكس ال يطلع لي كام؟ 2 لتحت، يبقى هنا اكس سي لتحت. وهنا ار، والزاويه هنا كام؟ زاويه التور كام؟ 45 درجه. عشان كده ار بتساوي اكس سي. طيب هو المطلوب ايه؟ عايز اكس ال اوفر اكس سي. اكس ال
اوفر اكس سي. ما احنا لسه قايلين ان الاكس ال زي ما هي، واكس كام ب 2 اكس ال، اكس ال هتروح مع اكس ال ده كام، يبقى اكس ال على اكس سي بتساوي 1 على 2، اكس سي قد اكس ال مرتين يبقى 1 على 2 اللي هو ج. تمام. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي الشكل المقابل يوضح دائره كهربيه غير كامله. اهو دائره كهربيه اهي، معذره ان بس ما لحقتش اجيب نسخه لكتاب الامتحان ومش فاضي بصراحه اروح الفجاله. هنا اكس نقطه اكس وهنا واي. السؤال رقم 5 بيقول لي الشكل المقابل يوضح دائره كهربيه غير كامله، يعني في جزء هنا مش موجود اللي هو بين اكس واي. فاذا كانت فإذا كان لديك أربعة أسلاك من نفس المادة ومختلفة في الطول والسمك، تم توصيل كل منها على حدة بين النقطتين X و Y. خد بالك إنهم من نفس المادة بس مختلفين في الطول والسمك. فإن الأميتر تكون له أكبر قراءة، يعني أكبر تيار هيمر إمتى؟ لما يكون أقل مقاومة. فين أقل مقاومة لدول؟ أقل مقاومة لو عندي سلك عايز أقل مقاومة، يبقى أقصر طول، أقصر الطول وأزود مساحة المقطع. عشان تبقى مقاومته صغيره جدا فالتيار يبقى اكبر، اكبر تيار يبقى سلك قصير وسميك، يبقى جيم يكون قصير وسميك، يعني وسميك يعني يكون مساحه المقطع بتاعته كبيره. السؤال رقم 6 بيقول لي الشكل المقابل يوضح طاقه بعض مستويات الطاقه لذره الهيدروجين، فاذا انبعث فوتون طوله الموجي الرقم ده انجستروم. انبعث، خد بالك من كلمه انبعث، يبقى لازم يكون الالكترون نازل الالكترون من مستوى طاقة اعلى لاقل طالما انبعث، لكن لو قل امتص يبقى لازم يكون انتقل من مستوى اقل لمستوى طاقة اعلى. فانا ملاحظ ان كله ايه؟ ده هينزل يبقى هيطلع فوتون، هينزل هيطلع فوتون، هينزل، يبقى كل دول هيطلعوا فوتون انبعث. فبقول لي بقى فين الانتقال الذي يمثله هو مين؟ اي انتقال، A ولا B ولا C ولا D؟ هو هنا مديني الطول الموجي. هنجيب بقى دلتا اي هنا، طبعا هنحول دي لدلتا اي، يعني اول حاجه نحسب دلتا اي هنا كام. دلتا اي بالنسبه للالكترون، بس خد بالك هنحسبها بالجول ونرجع نحولها للالكترون فولت، عشان هو هنا مديني بالالكترون فولت. يبقى اول حاجه اقول ده السؤال رقم 6، دلتا اي للالكترون، سوري للفوتون اللي طالع ده بيساوي اتش سي على لامدا، يبقى بيساوي اتش 6625 في 10 اس سالب 34 في 3 في 10 اس 8 على لامدا، اللي هو كام؟ 4343 في 10 اس سالب 10، عشان نحولها من انجستروم للمتر. دلتا اي اللي هنجيبها دي بالجول، ارجع تاني احولها للالكترون فولت بس بعد ما احسبها. نحسب كده 6 علينا 6 5 2 في 10 اس سالب 34 وننزل في 3 في 10 اس 8 وننزل تحت على 4 3 4 3 في 10 اس سالب 10، هيطلع لي 4.5 او 4.57% في 10 اس سالب 19، دي بالجول. نحولها للالكترون فولت، عشان نحولها للالكترون فولت نقسم الرقم ده على شحنه الالكترون على اي، 4.57% في 10 اس سالب 19 على اي اللي هو 1.6 في 10 اس سالب 19، دي هتروح مع دي، يبقى 4.5 على 1.6، 4.57% 4.57% على 1.6 هيطلع لي 2.85% 2.85 الكترون فولت. هنحسب بقى، هنجيب دلتا اي هنا ودلتا اي هنا ودلتا اي هنا ودلتا اي هنا، يبقى في ايه اللي هيطلع الرقم ده هو ده اللي نختاره. هنيجي هنا ايه، دلتا اي بتساوي اي 2 ماينس اي 1، اي 2 يعني سالب 1.5 ناقص سالب في سالب بموجب، ممكن احسبها على طول كده اهو، يبقى الانتقال ايه اللي هو اي 2 من ام اللي هو 1.5، هنحسب دلتا اي هنا بتساوي اي 2 اللي هو سالب 1.5 سالب 1.5
ناقص وافتح قوس سالب 13.6 هيطلع لي كام؟ 12.1. هل الرقم ده؟ لا، يبقى ايه؟ مع السلامه. دي بنتقل من هنا من سالب 38% سالب 38% ناقص، هتبقى سالب في سالب بموجب، زائد انتقل لمين؟ 1.5، هيطلع لي 1.2، يبقى بي لا غلط. نشوف كده سي. سي انتقل من ان ل ال، ان اللي هي سالب 85% سالب 85% زائد ال 3.4 2.55 احتمال تكون دي، تمام؟ 85 و3.4. نشوف كده دي، دي من سالب 54 زائد زائد 3.4 2.86، يبقى هي دي. يبقى نختار الصح مين؟ دي طلعت 2.86% اللي هي تقريبا 2.85% لان احنا ما خدناش الفراكشنز يعني. يبقى تطلع دي الانتقال دي، تمام. السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول لي في الشكل المقابل محول كهربي كفاءته 96% وعدد لفات ملفه الابتدائي 440 لفة، يبقى ده كده ايتا ودي عدد لفات اللي هو ان بي. وصلها ملفه الثانوي بمصباح كهربي قدرته 36، المصباح ده الباور بتاعه 36 وات، ويعمل فرق جهد 24، الفرق جهد بتاعه 24 فولت. فهنا عدد لفات يعني الفرق جهد دوت اللي هو ده بقى كده في اس، تمام. فهنا عدد لفات الملف الثانوي المتصله مع المصباح حتى يعمل المصباح بكامل قدرته تساوي كام؟ هنعوض في القانون، ايتا بتساوي الباور في السكندري على الباور في البرايمري. هو مديني الباور فين؟ في السكندري او في اللي هو الثانوي، تمام. طيب الباور هنا بيساوي ايه؟ مش بيساوي في في اي، بس انا ما عنديش ار، يبقى نستخدم انا قانون في اس، تمام. بدل اي اس هتبقى ان بي على في بي ان اس. ايتا ب 96% يعني صفر علامه 96 بتساوي في اس بكام؟ 24. في ان بي هم اديني ان بي بكام؟ 440 على في بي. المصباح اشتغل على كام؟ على 24، على اسف المحاوله اشتغل على كام؟ 220 فولت. في ان اس، ان اس بكام؟ اللي احنا عايزينها، تمام. يبقى ان اس بتساوي 24 في 440 على 220 في 96 بتساوي 24 في 440 على 220 في 96 هيطلع لي 50 لفة. 50 ايه؟ لفة. تيرن. 50 تيرنز. يبقى 50 لفة به. الخاصية المشتركة بين فوتونات الليزر وفوتونات أشعة إكس، طبعا اسمها فوتون، حتى اسمها فوتون ليزر، فوتون أشعة إكس. احنا كل المشترك في الموجات الكهرومغناطيسية كلها سواء كان الضوء ليزر يعني انفراريد الترا فايلوت اكس راي جاما راي راديو ويفز مايكروويفز، كلها ايه؟ سرعتها واحدة، يعني لها نفس السرعة في الفراغ، تمام. كل الموجات الكهرومغناطيسية بما فيهم الليزر، ما ده ضوء لو كان هيليوم نيون يعني. نيجي هنا الشكل رقم 5، معرفش الصفحة دي متعادة تاني. السؤال رقم 9 عندي بيقول لي سلكان متوازيان الطول المتقابل بينهما 35 متر، اليمين الطول المتقابل. اوضح بس حاجة هنا، لو انا عندي سلكين مثلا وعايز اجيب اف بينهم، مثلا عندي اف بتساوي بي اي ال، عندي سلك اهو وسلك مثلا هنا كده، ده مثلا سي 5 متر وده 3 متر، لما انا اعوض بايه؟ اعوض بخمسه ولا بثلاثه؟ لا بعوض بثلاثه، اللي هو الطول المشترك بينهم اللي هو كام؟ ثلاثه. حلوه مفهوم الحته دي؟ طيب يبقى السؤال رقم 9 يقول لي بقى سلكان متوازيان الطول المتقابل بينهما 35 متر، يعني ده الطول المتقابل بينهم الاثنين. ممكن في واحد اطول من الثاني، ما يهمنيش بقى، اللي يهمني الجزء المشترك بينهم اللي هو كام؟ 35 متر. والبعد بينهما 7 سم، المسافه بينهم كام؟ 7 سم.
ويمر بكل منهما تيار تيارا شدته 25 امبير في نفس الاتجاه. تمام، يعني التيارين في نفس الاتجاه، ده ماشي كده وده ماشي كده. تمام، فيكون مقدار ونوع القوه المغناطيسيه المتبادله بينهما هما نوعها ايه؟ اول حاجه القوه المتبادله هنا بينهم، احنا قلنا لما بتجيب هنا البي هنا بتزق لجوه يبقى هنا بتزق لبره، والبي بتاع ده بتزق لجوه يبقى هنا هتبقى بالسالب، يعني البي توتال هنا ده ناقص ده، لكن البي توتال هنا تبقى ده زائد ده، وهنا يعني البي بره اكبر من جوه، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل قوه تجاذب، هينجذبوا لبعض يبقى بالشكل ده كده، يبقى بينهم ايه؟ قوه تجاذب، يبقى يا اما ب يا اما جي. تمام؟ طيب هو عايز بقى القوه دي مقدارها قد ايه؟ اف بتساوي بل اي ال، اف بتساوي البي بي 1 وهنا اي 2 مثلا، يعني من 1 ل 2 او من 2 ل 1 مش تفرق. ما بي عباره عن ايه؟ ميو اي 1 اي 2 في ال على 2 باي دي، ده القانون بتاعي. يبقى اف اللي احنا عايزينها بتساوي ميو بكام؟ ميو ب 4 باي في 10 اس سالب 7، 4 باي في 10 اس سالب 7 في اي 1، وقال لي التيار في الاثنين 25، 25 في 25 في ال بينهم اللي هي 35 متر على 2 باي دي، المسافه بينهم كام؟ 7 سم، يعني 7 من 100 في 7 من 100 عشان تبقى بالمتر. ونحسب القوه دي بكام؟ نحسب بقى هنا 4 باي في 10 أس سالب 7 وننزل في 25 في 25 في 35 على، لا سوري نطلع تاني معلش، مننساش ننزل في ناس بتكمل، في 25 في 25 في 35 على 2 باي في 7 من 100، هيطلع لي 625 من 10000. يبقى اف بكام؟ 6 علامه 2 5 في 10 اس سالب 2 نيوتن، 6 علامه او 62 ونص في 10 سالب 3 يبقى ج. تمام، قوه التجاذب. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لي شبه موصل نقي تركيز كل من الالكترونات الحره والفجوات ب 3 في 10 اس 9، ما دي ان اي، ان اي بكام؟ 3 في 10 أس 9. وعند إضافة شوائب من عنصر ما ارتفع تركيز الإلكترونات الحرة، يعني إن الجديدة بقت كام؟ 4.5 في 10 أس 11 على السنتيمتر المكعب. فيكون عايز نوع شبه الموصل وتركيز الفجوات. طيب تركيز الفجوات بيساوي إيه؟ مش إن أي تربيع بتساوي إن في بي، إحنا عايزين بي، دي بتساوي ان اي تربيع على ان، ان اي بكام؟ 3 في 10 اس 9 الكل اس 2 على ان كام؟ 4.5 في 10 اس 11. كده احنا هنجيب تركيز الفجوات، نحسبها، نفتح قوس 3 في 10 اس 9 وننزل نقفل قوس تربيع وننزل تحت على 4.5 في 10 اس 11، هيطلع لك كام؟ 2 في 10 2 4 6 7، 2 في 10 اس 7، ده تركيز. نشوف مين الاكبر، هنا 4.5 في 10 اس 11 وهنا البي 2 في 10 اس 7، يعني ان اكبر من البي، يبقى العنصر اللي انا حطيته دوت ايه؟ من نوع ان، يبقى النوع شبه الموصل هتبقى ان تايب، يبقى الف يا ب، شبه تايب اللي هي الف اهو، ان تايب، والتركيز بتاع الفجوات 2 في 10 اس 7 يبقى ألف. تمام؟ أيا من الاختيارات التالية يعبر عن الاتجاه الصحيح للتيار المستحس المتولد في الحلقة المعدنية، تمام؟ بتأثير التغير في التيار المر في السلك، يعني في تيار بيمر في السلك. طيب نيجي هنا في ألف، التيار بيمر كده صح؟ وبيقول لي يزداد، لأن لو تيار ماشي ما حصلش تغيير مش هيتولد. التيار اللي بيتولد يعني ايه ام اف؟ والكارنت اللي هو التيار اللي هيتولد في الحلقه بينتج من تغير الفيض اللي بيمر خلاله. يبقى اول شرط لازم الفيض اللي جاي ده يعدي من الحلقه. هنا التيار ماشي هنا كده وبيعدي. الشرط الثاني لازم التيار ده يتغير، يزيد او يقل.
تمام. طب هنا بيقول لي التيار بيزداد، طب هو التيار ادي ماشي كده، التيار ادي السلك اهو وده ماشي كده، والمجال لو طبقنا قاعده امبير لليد اليمنى اهو، بحط صباع ده مع التيار، يبقى المجال بيعدي من هنا، يبقى المجال بيعدي من فوق لتحت. طالما المجال بيعدي كده وبيزيد، يبقى الناحيه دي ايه؟ ان. يبقى الناحيه اللي هناك من الحلقه يبقى الناحيه كده ان، والناحيه اللي تحت اس. ان وبيزيد يعني كاني ان بقربه. حسب قاعده لينس طالما في ان بيقرب يبقى الحلقه دي هتعمل له مجال نوع ايه؟ ان، عشان يبعده. يبقى هنكتب حرف ان جوه هنا كده اهو، حرف ان. يبقى التيار المفروض هيمشي كده، يبقى دي صح. تعال نشوف هنا، بيقول لي التيار ماشي كده اهو، ممكن تلف الورقه براحتك يعني، لف الورقه وانت اهو، التيار ماشي كده اهو وبيقل، يعني في هنا ان من فوق، ان بيقل يعني كده بسحبها، يبقى انا بسحب ان لفوق، يبقى الحلقه دي هتعمل ايه؟ اس، عشان تجيبها تاني هتعمل اس. اكتب حرف اس اهو، حرف اس. يبقى التيار هيمشي كده، هيمشي كده مش كده، يبقى دي غلط. طيب نيجي للي بعدها، التيار ماشي كده وبيقول لي يتلاشى، يعني كان ماشي بيتلاشى يعني هيقل، كان في تيار وهيبقى صفر، يبقى بيقل. التيار ماشي كده يبقى الفيلد جاي كده من فوق لتحت، فوق وبيقول لي بيقل، يعني كده بسحبه، يبقى كان معايا قطب قطب ان لفوق وبسحبه، يبقى الحلقه دي هتعمل اس عشان تجيبه تاني. نكتب حرف اس، يبقى التيار يمشي كده، يمشي العكس الاتجاه اللي هو مرسوم، يبقى دي غلط. نيجي للاخيره، لف الورقه كده براحتك اهو، التيار ماشي كده والفيلد بتاعه جاي كده وبيقول لي يزداد، التيار بيزيد، التيار هنا ايه؟ بيزيد. يبقى كان معايا ان بقربه، ان بيقرب، يبقى ده يعمله ايه؟ ان علشان يبعده اهو. يبقى التيار يمشي ازاي؟ هيمشي عكس التيار المرسوم ده، يبقى هو فعلا اختار الصح هو الف. تمام كده يا شباب. السؤال رقم 12 بيقول لي الشكل المقابل يوضح دائره تيار متردد في حاله رنين، يبقى اكس ال بتساوي اكس سي، تمام؟ فتكون القدره الكهربائيه المستهلكه من المصدر هي كام؟ طبعا القدره الكهربائيه احنا قلنا في وار مع بعض، بس خد بالك هنا مديك في ماكسيمم، هنجيب من في ماكسيمم دي في افكتيف. احنا في قوانين الباور وفي قوانين اوم بنستخدم في افكتيف، يبقى اول حاجه هنجيب في افكتيف، هتبقى الباور هنا بيساوي في اي او في تربيع على ار، تمام؟ لان دول كانهم مش موجودين. بس هنجيب الاول في افكتيف، ده السؤال رقم 12، لان احنا بنتعامل مع في افكتيف. في افكتيف بتساوي في ماكسيمم على روت 2 او في ساين 45 او في صفر علامه 707، كل ده صح. يبقى في افكتيف تطلع بكام؟ في ماكسيمم ب 12، يبقى 12 في صفر علامه 707 يطلع لي 8.48%، 8.48% يعني تقريبا 8.5 فولت. كده جبنا في، اقول له الباور المستهلك بيكون في في المقاومه بس، واحد يقول لي يا مستر يعني دول مش بيستهلكوا، مش احنا قلنا ان الملف بيختزن الطاقه الكهربائيه في صوره طاقه كهرومغناطيسيه، طاقه مغناطيسيه، يعني الملف طالما مقاومته الاوميه بصفر يبقى لا يستهلك قدره، وكذلك المكثف، المكثف ده كانه بطاريه بتشحن خلاص، يبقى لا يستهلك قدره، بيخزن الطاقه الكهربائيه في صوره طاقه كهربائيه او مجال كهربي يعني. الباور بيساوي في اللي هو الباتري في تربيع على ار، يبقى الباور بيساوي في تربيع بكام؟ احنا خد بالك في اللي احنا جبناها اللي هي 8.48% تربيع على ار اللي هي كام؟ على 10. احسبها، 8.48% 8.48% تربيع على ار اللي هي 10، هيطلع لي كام؟ 7.19% او 7.2 بالظبط. وات 7.2 يعني 7.2 وات. دي السؤال رقم 13 بيقول لي الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربائيه، فتكون النسبه بين المقاومه الكليه لمجموعه المقاومات المتصله بين النقطه اكس وواي، من هنا لهنا دي نقطه اكس اهي ودي النقطه واي، قبل غلق المفتاح كي وبعد غلقه، يعني عايز ار داش في الحاله الاولانيه والمفتاح مفتوح وار داش في الحاله الثانيه. هنجيب بقى ار داش 1 اهو، ده السؤال رقم 13، نقسم الصفحه كده ار 1 داش وار 2 داش. ار 1 دي والمفتاح مفتوح، هيبقى الفرع اللي فوق كام؟ 10، 4 و6 10، والفرع اللي تحت 15، يبقى 10 في 15 على 10 زائد 15، 10 في 15 على 10 زائد 15 ب 25. نحسبها 150 150
على 25 هيطلع لي كام؟ 6. يبقى ار داش هنا بكام؟ 6. طب قول ار داش في الحاله الثانيه لما نقفل المفتاح هتبقى المقاومتين دول توازي مع بعض، يبقى 4 في 12 يبقى الفرع الاولاني، هتبقى عندي كده في فرع اللي هو الجزء ده، والفرع الثاني نجيب ار داش. ار داش هنا بكام؟ 4 في 12 على 4 زائد 12 يطلع ب 3 على طول اهي. هنا والفرع الثاني 3 في 6 على 3 زائد 6 يطلع لي 2 اوم، يبقى ار داش بتساوي كام؟ 2 و3 5 اوم. يبقى ار داش 1 على ار داش 2 بتديني 6 على 5، 6 على 5 اللي هي 1000. السؤال رقم 14 بيقول لي الشكل المقابل يعبر عن ظاهرة كومبتون، فإذا كان الفرق بين طاقة الفوتون الساقط وطاقة الفوتون المشتت دلتا اي، ده الفرق بينهم، فإن المقدار لامدا 2 ناقص لامدا 1 على لامدا 2 لامدا 1 يساوي كام؟ طيب نحسب هنا، ده السؤال رقم 14. أنا عندي دلتا اي دي بتساوي ايه؟ مش الطاقة قبل بتساوي الطاقة بعد؟ تمام؟ الطاقة قبل اللي هي ايه؟ اتش مي 1، اتش مي 1 اللي هي اتش سي على لامدا 1، اتش سي على لامدا 1 زائد ده دلتا اي، اسف هو هنا بيقول لي الفرق بين ده وبين ده، اسف دلتا اي هنا اتش سي على لامدا 1 ناقص اتش سي على لامدا 2، تمام كده؟ طيب هو دلتا اي بيقول الكلام ده بيساوي دلتا اي، هناخد اتش سي مع بعض فاكتور، يعني اتش سي هنا يبقى دلتا اي بتساوي اتش سي بره هنا نفتح قوس هنبقى فوق ايه؟ 1 على لامدا 1 ناقص 1 على لامدا 2، يبقى دلتا اي بتساوي هنجيب اتش سي تحتها، يبقى على اتش سي بتساوي 1 على لامدا 1 ناقص 1 على لامدا 2، ناخد كده علامه شرط الكسر تحت لامدا 1 لامدا 2 ده في ده، لامدا 1 لامدا 2 على لامدا 1 يديني لامدا 2 ناقص لامدا 1 لامدا 2 على لامدا 2 يديني لامدا 1، يبقى لامدا 2 ناقص لامدا 1 على لامدا 1 لامدا 2 اللي هو اللي مكتوب اهي، لامدا 2 ناقص لامدا 1 على لامدا 1 لامدا 2 يديني ايه؟ دلتا اي على اتش سي، دلتا اي على اتش سي اللي هي الف اول واحده، واضحه؟ السؤال رقم 15 بيقول لي الشكل المقابل يوضح تغير شده التيار الكهربي المار عبر ملف حث مع مرور الزمن، التيار بيتغير في ملف يبقى يتولد اي ام اف، يبقى في بوتنشال ديفرنس، تمام؟ خد بالك بقى من حاجه، يعبر عن تغير فرق الجهد المستحس بين طرفي الملف مع الزمن. طيب هنا التيار بيزيد، خد بالك من القانون بتاع اي ام اف اللي هتتولد في ملف ده، السؤال رقم 15، مش احنا في اشاره سالبه، مش اي ام اف حسب قانون فاراداي نكتب ان دلتا فاي على دلتا تي، بس مش ده القانون اللي هنستخدمه عشان هو مديني هنا ايه؟ ملف حث، ما نستخدم اي ام اف بتساوي نكتب ال دلتا اي على دلتا تي عشان تسهل على نفسك، لو التيار بتزيد يبقى ايه؟ مثلا تبقى بالسالب، ليه؟ لان لو التيار بيزيد هتبقى اي 2 اللي هي الكبيره ناقص اي 1 بيزيد، اي 2 هتبقى اكبر هتطلع ايه؟ بالسالب، ما هو هتطلع كده بالموجب، موجب في سالب بسالب، لكن لو ايه؟ لو التيار بيقل يعني التيار بيقل يعني اي 2 هتبقى اصغر، يبقى هتبقى الاشاره بتاعت دي بالسالب، سالب في سالب بموجب، يعني التيار بيزيد هتبقى ام اف بالسالب، التيار بيقل ام اف بالموجب. طيب دي اول حاجه، يبقى الجزء الاولاني التيار ده بيزيد يبقى ام اف بتاعته تبقى في السالب، يبقى يا دي يا اما يا مفيش غيرها، تمام؟ في السالب. طيب هل اي ام اف هنا ثابته؟ يعني تفضل المقدار ثابت وبعد كده بتبقى في الجزء الموجب بمقدار ثابت؟ اه طبعا، لان دلتا اي الميل دلتا اي على دلتا تي ده خط مستقيم، يعني الميل هنا ثابت، يعني دلتا اي على دلتا تي ماشي بمقدار منتظم، يبقى ايه؟ مثلا تولد مقدار ثابت تطلع مثلا ب5 وسالب 5 وات ايفر، يعني المهم انها تطلع بقيمه ثابته في الجزء ده ونفس القيمه في الجزء ده، بس هنا هتبقى في الجزء السالب لان التيار بيزيد، قلت لك لو التيار بيزيد يبقى ام اف تبقى بالسالب، لو التيار بيقل يبقى ام اف بالموجب، اهو التيار هنا بيقل يبقى نختار ايه؟ ده ال، تمام؟ ده السؤال رقم 16 بيقول الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين كثافه الفيض المغناطيسي بي، بس خد بالك هنا مكتوب بي في 10 اس سالب 6، يعني لما اجي اخد الارقام دي هضربها في 10 اس سالب 6 عند عده نقاط والناشئ عن مرور تيار كهربي في كل من سلكين اكس وواي، يبقى عند سلك اكس وسلك واي مستقيمين طويلين جدا
كل على حدة ومقلوب البعد العمودي للنقطة عن كل منهما 1 over d. فتكون النسبة بين شدتي التيار المار في السلكين IX على IY تساوي كام؟ يبقى انا عندي IX تيار IX YY، نجيب IX هنا ونجيب IY وبعد كده نقسم IX على IY. طيب لما يكون عندي رسم بياني اكيد هنحتاج الميل. الميل هنا بيساوي ايه؟ Y على X، يبقى B على 1 على D، 1 على D اسف، يعني بي ونقلب العدد في تبقى بي في دي. يبقى لو جبت الميل سلوب بيساوي بي في دي. طب الميل بيساوي ايه؟ سلوب بيساوي ايه؟ واي على اكس، ناخد الرقم ده بالنسبه للسلك اكس، يعني يبقى 3 في 10 سالب 6 على 75 من 100. طب فيفا نضرب 3 في 6 في 10 سالب 6 على 75 من 100 يطلع لك تقريبا 4 في 10 اس سالب 6 تسلا متر. كده جبت اسلوب هنا. طب واسلوب بالنسبة للسلك واي اسلوب بيساوي ايه؟ برضو اسلوب بيساوي بي في دي. يبقى اسلوب هنا بيساوي ايه؟ هناخد النقطة دي، دي واحد اتنين، يعني واحد واحد اتنين من عشرة، يبقى واحد اتنين من عشرة في عشرة اس سالب ستة على 75 من 100، يبقى هتساوي واحد اتنين من عشرة على 75 من 100 هيطلع لي 1.6 من 10 في 10 أس سالب 6، 1.6 من 10 في 10 أس سالب 6، تمام؟ كده جبنا المين هنا وهنا. نجيب اي اكس بقى، مش بي بتساوي ميو اي اوفر 2 باي 2 باي دي، يبقى اي اكس بتساوي ايه؟ 2 باي دي في دي، يبقى ادي بي في دي 2 باي على ميو، يبقى اي اكس بتساوي بي في دي جبناه بكام؟ 4 في 10 اس سالب 6 في 2 باي على ميو اللي هي 4 باي في 10 اس سالب 7، نقسم دول كده ونجيب اي اكس. أربعة في عشرة أس سالب ستة وننزل في اتنين باي على أربعة باي في عشرة أس سالب سبعة هيطلع لي 20، يبقى إكس بكام؟ بـ20 أمبير. نجيب أي واي بنفس الطريقة، أي واي بتساوي بي دي جبناها بكام؟ 1.6 من عشرة في عشرة أس سالب ستة في اتنين باي على ميو اللي هو 4 باي في 10 اس سالب 7 1.6 من 10 في 10 اس سالب 6 وننزل في 2 باي على 4 باي في 10 اس سالب 7 هيطلع لي 8. يبقى اي واي بكام؟ ب 8 امبير. هو عايز اي اكس على اي واي، اي اكس على اي واي 20 على 8 على 4 فيها 5 على 4 فيها 2 يبقى 5 على 2 اللي هي ألف، 5 على 2. السؤال رقم 17 بيقول لي أي من الأشكال التالية تكون فيها السعة المكافئة اللي هي سي داش يعني لمجموعة المكثفات المتصلة معا لها أكبر قيمة. طيب نحسب سي داش هنا، دول توازي مع بعض، يبقى السي داش بتاعت الاتنين دول مجموعهم، احنا قلنا كله التوازي توازي والتوالي توالي ما عدا في السي بس، التوازي يبقى توالي والتوالي يبقى توازي، يعني دول توازي نحسبهم كانهم توالي، يبقى 2 زائد 4 ب 6، يبقى نستبدل الاثنين دول بمكثف 6، 6 مع 3 توالي، يبقى السي داش للمجموعة دي سي داش بتساوي 6 في 3 كانهم توازي بقى، على 6 زائد 3 9 يطلع لك كام؟ 2 مايكرو فراد، يبقى هنا ده 2 مايكرو فراد. نحسب هنا دول توازي مع بعض يبقى كلهم توالي، يبقى سي داش هنا بتساوي مجموعهم 2 1 ب 3 مايكرو فاراد، يبقى دي كده مع السلامه. هنا دول توازي توالي كانهم توازي بقى، يبقى 6 في 12 على 6 زائد 12 يبقى 6 في 12 على 18، ستة في 12 على 18 هيطلع لي 4، يبقى هنا ب 4 مايكرو فاراد، يبقى ده برضو كده خلاص.
هنا دول توازي مع بعض، توالي مع بعض. يبقى هنعمل 2 و2 توالي كانهم توازي، يبقى دي السي بتاعتهم كام؟ 1. يبقى 2 على 2 فيها 1، 1 مع 4 توازي، يبقى مجموعهم يبقى كام؟ ده 5 مايكرو فاراد. يبقى اكبر قيمه كام هنا؟ 2 3 4 5، يبقى هو دالي. تمام؟ بس ده شيء اكبر قيمه. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين قدره الملف الثانوي الباور في السكندري، تمام، وقدره الملف الابتدائي الباور في البرايمري لمحول كهربي خافض للجهد. خد بالك من كلمه خافض للجهد. فان كفاءه المحول تساوي كام؟ كفاءه المحول بتساوي ايتا، دايما بتساوي ايه؟ الباور في السكندري على الباور في البرايمري مضروبه في 100. الباور هنا بكام؟ هناخد اي نقطه؟ 76 على الباور في البرايمري 80. ده في جزء مفقود اهو، واضح اهو، في 100 عشان تعالى نضرب كده. 76 في 100 على 80 هيطلع لي 95%، 95% اللي هي ب. السؤال رقم 19، إذا فتح المفتاح كي، لو المفتاح ده كي، أدي المفتاح كي أهو، دي في 1 وأدي المفتاح كي أهو، ودي مقام 1 وأدي في 2 أهو، بيقول لي إذا فتح المفتاح كي، كي ده اتفتح، فأي من القراءات التالية للفولتميترين صحيحة؟ عايز في 1 وفي 2. طيب هو في 1 لو المفتاح ده مفتوح يبقى هو متوصل مع البطارية، يبقى في 1 بتساوي ايه؟ في بي ناقص اي ار. طب وفي 2؟ واحد يقول لي يا مستر هتبقى صفر عشان الاي هنا بصفر. بس الفي 2 متوصل بالنقطة دي صح؟ متوصل بالنقطة دي، يبقى في 1 بتساوي في 2 ومش هيقرا صفر، هيقرا ايه بقى؟ في بي بتساوي في بي، يبقى الاثنين بتساوي في بي، يبقى ده يبقى في 1 هيقرا في بي لانه متوصل، او في 1 متوصل مع البطارية. طب وفي 2؟ ما هو متوصل بالسلكة دي اهي، يعني كانه متوصل بالنقطة دي وهنا متوصل بالنقطه دي، يعني كانه هيقرا زي في 1 بالظبط. في انبوبه كولج عند استخدام فرق جهد بين الفتيله والهدف قدره 30,000 او 30 كيلو فولت، فان اقصر طول موجي، هو عايز لامدا، تمام، لامدا مينيمم يعني، للاشعه السينيه الصادره هو ايه؟ احنا القانون عندي هو في انبوبه كولج القانون المستخدم بيبقى ايه؟ بيبقى عندي فرق جهد، ادي انبوبه كولج بس، وفي الكترونات هتتحرك من هنا، يبقى اي في بنحول الطاقه الكهربائيه دي فرق الجهد بينهم الى كاينتيك انرجي اللي هو هاف ام في سكوير، ولما الالكترون ده هيخبط هيطلع لي اكس راي الطاقه بتاعتها اتش نيو او اتش سي على لامدا، يبقى اي في بتساوي اتش سي على لامدا. ايه اللي هو شحنه الالكترون؟ هو عايز مين؟ عايز لامدا، يبقى لامدا بتساوي ايه؟ اتش سي على اي في، يبقى لامدا بتساوي اتش 6625000 في 10 اس سالب 34 في سي اللي هو 3 في 10 اس 8 على اي اللي هو 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 في فرق جهد كام؟ 30,000. 30,000 بتساوي اللي هو 30 كيلو فولت، يعني نحسب هنا كده 6 علامه 6 2 5 في 10 اس سالب 34 وننزل تحت، ننزل هنا يعني في 3 في 10 اس 8 وننزل تحت 1.6 من 10 في 10 اس سالب 19 وننزل في 30,000 هيطلع لي 41.4 من 10 في 10 اس سالب 12 متر. لو هو مدهولنا هو مدهولنا بالمتر، يبقى 41 في 10 اس سالب 12 او 41 في 10 اس سالب 10. اسف، هتبقى 10 سالب 11 لما نحرك دي، يبقى هتطلع ب 41.4 من 10 او 4.14 من 100 في 10 سالب 11. السؤال رقم 21، عندما تكون الزاويه بين مستوى ملف الدينامو واتجاه الفيض المغناطيسي 45، خد بالك بيقول لك الزاويه بين مستوى الملف بتاع الدينامو مش العمود على الملف واتجاه الفيض المغناطيسي 45، ما هتبقى الزاويه بين العمود على الملف وخطوط الفيض برضه 45، هي ما 90 ناقص 45 ب 45. فان القوه الدافعه الكهربائيه المستحسه في الملف تكون ايه؟
طبعا لو الزاويه 45 يبقى اي ام اف المستحسب بتبقى اسمها الافكتيف فاليو اللي هي القيمه الفعاله، يبقى مساويه للقيمه الفعاله. مش احنا عندنا في افكتيف بتساوي في ماكسيمم في ساين 45، يعني لما يكون الزاويه 45 يبقى الفي في الحاله دي اسمها ايه؟ افكتيف فاليو اللي هي القيمه الفعاله يعني. تمام، يبقى القيمه الفعاله في الدائره المنطقيه الموضحه لوجيك جيت دي اي من المدخلات الاتيه ينتج الخرج دي بتساوي واحد. احنا عايزين هنا واحد، عشان ده يبقى واحد لازم دي ام، يبقى لازم ده يكون واحد وده واحد، وده عشان يبقى واحد لازم يكون ده واحد وده واحد، يبقى لازم يكون ده صفر. تمام، يبقى لازم يكون صفر عشان يديني واحد. خلاص كده جبنا ايه؟ نيجي هنا ده واحد، يبقى لازم دي تكون واحد عشان تديني هنا واحد وهنا واحد. هنا واحد مش شرط بقى سي، ممكن تبقى صفر او واحد، يبقى لازم يكون الاي بصفر والبي بواحد. الاي بصفر يبقى يا اما دي يا اما دي. تمام، والبي بواحد لازم تكون بي بواحد، يبقى مفيش غير جيم. طبعا هنا السي بصفر او واحد مش تفرق، ما لو صفر هتطلع لي واحد، لو واحد طلع واحد برضه، يبقى لازم يكون صفر وده يكون واحد. خلاص، يبقى نختار ايه؟ جيم. ماشي يا جماعه، ده السؤال رقم 22. السؤال رقم 23 بيقول لي ملف دائري نصف قطره ار وعدد لفاته ان ويمر به تيار شدته اي ينشا عنه عند المركز فيد مغناطيسي كثافته بي. تمام، فاذا ابعدت لفاته عن بعضها كده تحول من ملف دائري لملف حلزوني بانتظام حتى اصبح ملفا لولبيا، يعني بقى ملف لولبي يعني. فان طول الملف اللولبي اللازم لجعل كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه في منتصف محوره مساويه بي على 2 تساوي كام؟ طيب هو الملف كان ايه الاول؟ كان دائري. السؤال رقم 23 كان دائري، بقى ايه؟ البي للكويل للدائري بتساوي ميو ان اي على 2 ار. هو قال لي ان البي في الحاله دي كانت بكام؟ ببي، يبقى بي بتساوي ايه؟ بي بتساوي ميو ان اي على 2 ار زي ما هي. خلاص كده خلصنا بي في الكويل. البي سولونويد بقى للولبي بيساوي ميو ان اي على ال. هو بيقول لنا فاذا ابعدت لفاته عن بعضها بانتظام حتى اصبح ملفا لولبيا فان طول الملف اللولبي اللازم عند لجعل كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه في منتصف محوره مساويه بي على 2 يبقى بي سولونويد بيساوي ايه؟ اهو بي سولونويد بيساوي بي على 2. مش البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار؟ يبقى بي سولونويد اللي احنا عايزينها يبقى هنعوض بيها، يبقى ميو ان اي على ال بتساوي بي اللي هي دي اللي هي ميو ان اي على 2 ار، وهنا في نص يعني هنا في 2 تحت اهي، ميو ان اي هتروح مع ميو ان اي، يبقى ال بتساوي ايه؟ ال بتساوي 4 ار، يبقى ال بتساوي 4 ار ب. تمام، السؤال رقم 24 بيقول لي استخدم شعاع ليزر طوله الموجي لامدا في التصوير المجسم، فاذا كان فرق التوره بين الاشعه المنعكسه من الجسم 4 باي، ده فرق التور، فرق التوره، فان فرق المسار، هو هنا عايز فرق المسار، هو فرق المسار بيساوي ايه؟ احنا عندنا القانون بيبقى صوره رقم 24 فرق التور، فرق التور بيساوي 2 باي على لامدا في فرق المسار، فرق ايه؟ المسار، اسف، فرق المسار هو اللي بيساوي فرق التور. ايوه فرق التور بيساوي، صح كده، فرق التور عندنا بكام؟ 4 باي، هو قال ان فرق التور يبقى نعوض 4 باي بتساوي 2 باي على لامدا في فرق المسار، في فرق المسار، فرق المسار تفضل زي ما هي، يبقى فرق المسار بيساوي اللامدا تروح فوق يبقى 4 باي في لامدا على 2 باي، باي تروح مع الباي 2 على 4 في 2، يبقى فرق المسار بتساوي كام؟ 2 لامدا، 2 ايه؟ لامدا، يبقى جي. السؤال رقم 25 بيقول لي في الشكل المقابل دائرة تيار متردد
عندما يكون فرق الجهد بين او عبر الملف مساوي لفرق الجهد عبر المقاومة. المعلوم الثاني بيقول لي في ال بتساوي في ار، يعني اكس ال بتساوي ار على طول. ار ب8، ار هنا ب8، يبقى اكس ال بكام؟ ب8. طيب نكمل. فان تردد المصدر يساوي كام؟ يعني هو عايز اف بتساوي كام؟ طيب انا كده عندي اكس ال، مش اكس ال بتساوي 2 باي اف ال، تمام؟ يبقى اف بتساوي اكس ال على 2 باي ال. اكس ال ب8 من المعلومه اللي هو مداني، على 2 باي في ال، ال مكتوب اهو 1 على 50 باي، 1 على 50 باي، باي هتروح مع باي، تمام؟ والاثنين دي هنا تبقى 25، يبقى 25 في 8 تطلع 200، 25 في 8 تطلع 200، يبقى تساوي كام؟ 200 هرتز. يبقى اف بكام؟ ب 200 هرتز. سؤال رقم 26 بيقول لي عند مرور تيار كهربي متردد تردده منخفض جدا، خد بالك من كلمة تردده منخفض جدا، فإن جهاز الجالفانوميتر، في جهاز الجالفانوميتر، فإن مؤشر الجالفانوميتر لا ينحرف عن صفر تدريجه ولا ينحرف ويستقر عند قيمة معينة، ينحرف على يمين ويسار صفر تدريجه، ينحرف إلى نهاية تدريجه. هو طبعا الجالفانوميتر، تمام؟ لما بيمر في تيار ضعيف جدا الجالفانوميتر هيبتدي يتذبذب، بس خد بالك ان الجالفانوميتر، الجالفانوميتر، معلش انا قريتها فولتميتر. الجالفانوميتر صفر التدريج بتاعه في النص، يعني في تدريج هنا وتدريج هنا، يبقى هو هيتذبذب، بس بما ان التيار متردد منخفض جدا فيروح ناحيه اليمين ويرجع تاني ناحيه الشمال. يبقى لا ينحرف، لا هو ينحرف عن صفر تدريجه. ينحرف ويستقر عند قيمه معينه، لا يستقر دي لما يكون تيار متوصل بتيار مستمر مش متردد، يبقى دي غلط ودي غلط. هنا ينحرف الى نهايه تدريجه، طبعا غلط، يبقى ينحرف على يمين ويسار صفر تدريجه، يبقى هي جيم، ينحرف على يمين وعلى، بس بشرط يكون تيار متردد منخفض جدا زي ما هو ايه، او تيار دي سي اللي هو تيار مستمر، يعني لان هو في الاساس متصمم ان هو يقيس فرق الجهد تيار مستمر، اسف شد التيار، يعني شد التيار مستمر. السؤال رقم 27 بيقول لي كميه تحرك فوتون تردد اشعاعه 1.5 × 10^13 هرتز تساوي، ومديك بقى السي ومديك اتش. طيب هو عايز كميه تحرك الفوتون. القانون عندي طبعا القوانين سهله جدا، هتعوض في القانون مباشره، لامدا دي دي براولز ايكويشن، معادله دي براولي، اتش على بي ال اللي هي ام للفوتون في سي، طالما هو قال لي فوتون هو عايز ايه؟ هو عايز كميه التحرك، يعني عايز دي على بعض، دي يعني هي اصلا اتش على بي ال، يبقى بي ال بتساوي اتش على لامدا. اتش بكام؟ 600 × 6.625 × 10^34 على لامدا. لامدا بكام؟ هو مش مديني لامدا، هنجيب الاول لامدا. لامدا بتساوي طبعا سي بتساوي بسم الله، سي بتساوي لامدا في اف اللي هو الفريكوانسي، يعني فاحنا عايزين، انا لف عندي واحنا عايزين لامدا، يبقى لامدا بتساوي سي على اف، تمام؟ يبقى 3 × 10^8 على اف اللي هو مداني 1.5 × 10^13، يبقى لامدا بتساوي دي كده ب2 في 10^5، 10^5 ايه؟ متر. نعوض فوق بقى، يبقى 2 × 10^5 ده كده الطول الموجي، اتش اللي هو 6.625 × 10^34، وننزل تحت على 2 × 10^5، هيطلع لي 3 × 1.5 × 10^32. لو حركنا علامة هنا، تمام؟ يبقى ده كده صغر، يبقى ده لازم يكبر، يبقى سالب 32 هتبقى نطرح منها 3، يبقى سالب 29. سالب 29. ودي هتبقى علامة هنا، 3 و3 من 10
اهي في 10 سالب 29 يبقى الف. لو انت في الامتحان مش عارف يعني طلع معاك الرقم ده ومش عارف تعملها، اعملها على الكالكوليتر، يعني حط الرقم ده على الكالكوليتر وهي الاله هتظبطها لك، هتطلع لك نفس الرقم ده. لو جالك ان اختيارات فيها ارقام فيها باي مثلا وانت مش عارف انهي اختيار او في رقم. طيب سؤال رقم 28 بيقول لي في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل، اذا كانت قراءه الاميتر 1.25 امبير، تمام، يعني التيار بيمر في الفرع ده كام؟ 1.25 امبير. فعند ابدال موضع الاميتر والبطاريه، لو جبت الاميتر ده هنا وجبت البطاريه دي هنا، طب ما هي اياها، ما البطاريه هي متوصله مع 6 والتيار بتاعها بيمر في 3 و6، هنحطها هنا متوصله مع 6 والتيار الخارج منها بيمر في 3 و6، والاميتر كان متوصل مع 6 هنا هيتوصل مع 6 هناك، يبقى هو نفس التيار بالنظر. طب واحد مش عارف اجابه بالنظر، عادي هات بقى في بي من المعلومات الاولانيه، يعني افترض معاك ان في طالب مش عارف يحلها بالنظر زي ما انا عملت كده. هنجيب هنا في بي اهو من الجزء الاولاني، هو مديك التيار هنا. مش في الفرع ده بيساوي في الفرع ده، يبقى 1.25 في 6. انا دلوقتي بحسب التيار اللي هنا عشان نجيب منه التيار الكلي. 1.25 ده السؤال رقم 28. 1.25 في 6 بتساوي، هنفترض ان دي مثلا اي 1، يبقى 3 اي 1. 3 دي جه هنا يبقى اي 1 بتساوي 1.25 في 3 6 على 3 يعني ب 2، 2 في 1.25 ب 2.5 امبير، يبقى التيار المر هنا كام؟ ب 2.5. يبقى التيار الكلي بيساوي كام؟ اي الكلي. اي الكلي بتساوي 2.5 زائد 1.25 يديني 3.75 امبير، ده التيار اللي خارج من البطاريه. مش في بي بتساوي اي في ار داش، اي ب 3.75 في ار داش بكام؟ المقاومتين دول توازي مع بعض 3 و6 توازي، يبقى 3 في 6 على 3 زائد 6 هيطلع لي 2 اوم، يبقى الجزء ده كله كده 2 اوم. 2 اوم توالي مع 6 يبقى 2 و6 8، يبقى في 8 بتساوي 3.75 في 8 هيطلع لي 30، يبقى في بي بكام؟ ب 30 فولت. تمام، هنحط بقى البطاريه هنا والمقاومه هنا اهو، ادي ال 6 اوم اهي، ونحط البطاريه هنا ودي 3 اهي، دي ال 6 اوم دي 3 اوم، وادي دي المقاومه هنا 6 اوم ومعاها الاميتر. المقاومتين دول 2، 2 و6 8، ودي جبناه بكام؟ ب 30، يبقى اي اللي خارج من هنا هيطلع لي ب 3.75 برضه، هيتوزع هنا جزء هنا وجزء هنا. لما نيجي نجيب اي هنا احنا عايزين اي دي مثلا اي 1 ودي اي 2، يبقى 3.75 بتساوي كام؟ اي 1 زائد اي 2. طيب المعادله الثانيه في الفرع ده بتساوي في الفرع ده، يبقى 3 اي 1 بتساوي 6 اي 2، يبقى اي 1 بتساوي 2 اي 2 اهي، اي 1 بتساوي 2 اي 2. نعوض فوق، نعوض هنا، هنشيل اي 1 يبقى اي 1 نحط مكانها 2 اي 2 واي 2، يبقى 3 اي 2 بتساوي 3.75، يبقى اي 2 اللي احنا عايزينها التيار اللي بيمر هنا بتساوي 3.75 على 3 هيطلع لي 1.25، 1.25 اللي احنا اخترناه في الاول. عايز تمشي بالخطوات ماشي، عايز تجيبها بالنظر بس الافضل تمشي بالخطوات علشان يعني ما بقاش في احتمال للخطا. السؤال رقم 29 بيقول لي في الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل، عند غلق المفتاح كي، لما نقفل كي، خد بالك هنا دي دايود، دي مصباح كده اهو، طبعا التيار هنا ما بيمرش اصلا، يعني لما نقفل مفتاح كي بيسالني على A و B، في مصباح هنا A وادي مصباح B. طيب ده كان مفتوح، مفيش تيار اصلا بيمر في الدايره، الاثنين كانوا مطفيين اصلا. طب لما نفتح كي بقى، لما نقفل كي اسف، التيار هيمشي من هنا مش هيخش في بي، يبقى هيمر كده، يبقى ايه هتنور وبي تفضل زي ما هي. المصباح ايه ينطفئ؟ لا، المصباح ايه يظل مضيء؟ هو ما كانش مضيء اصلا. المصباحان ايه وبي ينطفئان؟ المصباحان ايه وبي يظل مضيئان. هو هنا معلش دي البطاريه دي البطاريه غالبا كانت متوصله كده، تمام كانت متوصله كده، ايوه التيار كان ماشي كده كده، يبقى ايه وبي كانوا منورين. تمام، لما نقفل ده بقى التيار لما يجي هنا هيلاقي في مقاومه هنا مش هيمر في الفرع ده عشان بي،
يبقى هيكمل فين؟ هنا. يبقى ايه هيظل مضيء وبي هينطفئ؟ يبقى المصباح ايه ينطفئ؟ لا، المصباح ايه يظل مضيء والمصباح بي ينطفئ، يبقى هي بي. السؤال رقم 30 بيقول لي ملف دائري يتكون من 25 لفه ومساحه مقطعه 65% متر مربع، موضوع في مستوى الصفحه عموديا على مجال مغناطيسي، يعني موجوع كده وفي مجال بيعدي منه، كثافه فيدو 3/10 تسلا، فاذا دار الملف في 90 درجه كده هيدور كده، يعني هو كان كده بس عند الملف هيدور كده 90 درجه حول محور في نفس مستواه، تمام، يعني محور في نفس المستوى بتاعه، يعني هيدور حواليه كده زي ما انا قلت هيدور كده ليصبح مستواه موازيا للمجال، اهو المجال كان بيعدي كده بقى الملف كده، تمام، خلال 1.5 ثانية، تمام، يتولد في الملف قوة دافعة كهربية مستحسة مقدارها كام؟ أنا عندي قانون فاراداي، هو أنا مديني N ومديني B و A، يبقى قانون استخدمه قانون فاراداي E M F بتساوي نكتف N دلتا فاي M اللي هي B دلتا A على دلتا T، نعوض بقى E M F بتساوي نكتف N بكام؟ ب25 في البي بكام؟ ب3/10 في A المساحة ب65% هتبقى صفر، يعني كانت المساحة دي كلها يبقى ناقص صفر، او صفر لو احنا هنجيبها بال يعني المساحه الجديده صفر، صفر ناقص صفر علامه 65%، تمام، الصفر عشان السالب بيروح مع السالب يبقى الموجب، يعني طيب على الزمن 1.5 بس، يبقى اي ام اف يساوي سالب في سالب بموجب، يبقى 25 او نحسب 25 في 3/10 في 5.65% على 1.5 هيطلع لي كام؟ 3.25 فولت، 3.25 فولت اهي اخر واحده دايره في الدايره. طبعا السؤال رقم 31 في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، تابعوني على القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتدوس على الجرس. شكرا لحضراتكم وبتمنى لكم التوفيق.